الجلسة وقع نقاش قانوني مهم جدا، أول مرة يطرح على حد علمي يطرح في الساحة القانونية والحقوقية، لا سيما في المادة الجنائية باعتبار أن المحاكمة اليوم هي محاكمة جنائية. المتهم في أول سابقة ربما في تاريخ المغرب، المتهم يقول بغيت نمشي بحالي وكأنه معروض للعرس، ولا حنا في السوق الوقت اللي بغينا نمشيو بحالنا نمشيو، الوقت اللي بغينا نجلسو نجلسو، نمشي واحد الساعة ورجع الساعة الأخرى. قلنا للسيد الرئيس، وأنا شخصيا تدخلت قلت له السيد الرئيس المحاكمة الجنائية من النظام العام، لا مجال فيها لإرادة الأطراف ولا للأهواء ولا للنزوات. القانون المسطرة الجنائية يناقش حالتين، المسطرة حضورية المسطرة غيابية، ليست هناك حالة ثالثة مسطرة. قلنا للسيد الرئيس بوعشرين يريد أن يخلق سابقة قضائية لا مثيل لها في المغرب، هو أن المتهم يختار الوقت اللي يحضر والوقت اللي ما يحضرش. ماذا قال بوعشرين؟ السيد الرئيس سأنسحب ولن أسمع لمرافعات دفاع المطالب بحق المدني، وحينما ينتهي دفاع المطالب بحق المدني سأعود إلى الجلسة لأسمع النيابة العامة والأطراف، ما بغيش نسمع لكم. قلنا للسيد الرئيس هذه محاكمة إجبارية من نظام عام، من واجبي أن يحضر ولا يحق المحكمة أن تأذن له، ومن واجبي أن يبقى في الجلسة لأنه محضر في حالة اعتقال والحالتين فقط. إذا ما حضرش، لأن 423 شكي ناقش، إذا لم يحضر الجلسة وهو حضر الجلسة وبالتالي فشروط 423 غير متوفرة، وقلنا للمحكمة أنه لا يحق للمتهم في القضايا الجنائية أن يرفض أن يقرر الانسحاب لأن محاكمة جبرية من النظام العام، طالما أنه حضر أمام المحكمة يمكن أن يمتنع عن الصعود للمحكمة ما يجيش والمحكمة تنظرو. أما حينما يحضر المحكمة فلا يمكنني أن أقول ما كاينش واحد القاعدة عندنا تبعيد المحاكمة، نحضر لهذا، هذا عجبني هذا ما عجبنيش، راه ما كايناش محاكمة لقانا، هذه قواعد إجبارية من النظام العام، نحن أمام قضاء جنائي. قلنا السيد الرئيس واش هذه أول محكمة؟ كل واحد يقرر الوقت اللي بغى يجي، واعتبرنا ايضا اهانه للدفاع الوطني. كيفاش ما حضركمش؟ راه حنا في المحكمه خصك تحضر تسمع، راه انت اللي درتي الجرائم واش درنا حنا؟ وقلت السيد الرئيس انا ما نقبلش نهين المتهم، ما عنديش خصومه شخصيه معاه وجميع الزملاء ما هانوش، ولكن هو لما سمع صوت الحقيقه من الاستاذ حجي والاستاذ التويمي والاستاذ مسكيني، لما سمع صوت الحقيقه اراد ان يهرب من جلده واراد الفرار. اكثر من ذلك يقول انا ماشي هو اللي كنضرب في الفيديوهات، وماذا يديرك اذا ناقشنا الفيديوهات؟ انت اصلا تقول انت لست انت، فما يديرك ذلك؟ اكثر من ذلك والخطوره هو ان يقرر الدفاع، وان يقرر عفوا المتهم هو الذي يقرر، هذا كيترافع في داخل الموضوع، هذا كيترافع خارج الموضوع، باي حق لك ذلك؟ الدفاع مستقل في تحديد خطه الدفاع، ولا يحق لاي شخص، المحكمه ما عندهاش حق تحدد لي من جهه الدفاع، الدفاع فقط من يحدد من جهته. ما المتهم شنو باغي؟ باغي يدير محاكمة الخاطر، هذه بغيت نسمع لها، هذه بغيت نسمع لها. قلنا للمحكمة خاص شوية الصرامة، كفى من التلاعب، كفى من الاحتيال، كفى من التدليس على المحكمة. أنت متابع على جرمية خطيرة خاصك تجي تصنت وتسمع، ما بغيتش تجي للمحكمة ديرك أمرك. أما حينما تحضر فمن واجبك أن تستمع ومن واجبك أن تستمر في المناقشة، وقلنا للمحكمة تقرر رفض الملتمس ديال المغادرة والسهر على أنه يبقى حاضر، لأن المحاكمة جبرية من نظام عام وليست محاكمة اختيارية تخضع للإرادة أو الأهواء أو النزوات كما الحال القضاء المدني.